مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم طبخاتنا مصلي لحم، طبعا ممكن نسوي على دياي، على ربيان، على سمك. ناس تسميه مصلي وناس تسميه فيقاتة. طبعا سر الطبخه ذي جمع المكونات دي كلها في قاعة الجدر ونحط عليه الشيلاني. انا ما بطول عليكم، تعالوا معي المطبخ. اليوم طبختنا مصلي لحم، تعالوا معنا نشوف المكونات. المصلي اللحم طبعا لنا اللحم حوالي كيلو ونص، والعيش بعدهم كيلو ونص. عندنا آلو وباذنجان، راح نستخدم فلفل بارد وجزر وطماط وبصل طبعا وحشيش، وعندنا ثوم وبهار صحيحة حق فوحة اللحم. في البداية راح نفوح اللحم وبعدين نشتغل على المكونات الثانية. شغل الغاز. بداية راح نحط اللحم. ننتظر لين يفوح اللحم. الحين راح نشتغل على اللي هو الباذنجان والآلو، نحاول نقليهم قليه بس خفيف شوي. نجيب الطاوي. طبعا لما يفوح اللحم بكون جاهز، نشيل اللحم وننزل العيش في نفس الجدر مال اللحم. نحط الزيت عشان نقلي. ننتظر شوي بس. نشيل الماء عنهم. طبعا البداية نقلي المكونات هذه اللي هي الباذنجان والبطاطس والآلو. نبتدي نسوي الحمصة مالتها. المصلي اللحم ما ياخذ له وقت، ممكن نسوي المصلي لحم، مصلي دياي، هم سمك بعد نقدر نسوي منه الشنعل، على حسب الرغبه اللي انتم ترغبون فيها. بس حالات المصلي يعني بين الدياي وبين اللحم، في ناس ترغب لحق السمك. على حسب الرغبه فيه. لان احنا بس قليه خفيفه ومحتاجين نقلي وايد. بدا اللحم يفوق وياخذ الرغوه مالته.
خضر شوي طحنها زين. باذنجان خلاص. حطهم بالكم على الدهن بس. حط بعد هذا. راح نقل المكونات تقريبا كلها بالشكل. قلنا فيها اللحم الراغو ملعقة هاي الراغو ما في راغو ان شاء الله هاي الالو استوى نشيل الالو بسم الله هاي الآل وصلنا بعد ما نفوح اللحم حط عليه البهارات الصحيحة اللي هي دارسي ورق الغار بهارات مخلوطة صحيحة ضفنا البطاط الالو هاي الالو مالنا الكفاية بس ننتظر اللحم لما يستوي وينضج ونرد نشيل اللحم ونحط العيش مكانه وبعدين نبتدي نسوي الحمسة مالت الماصلي هيك اللحمنا يكون جاهز ان شاء الله هاي اللحم ما شاء الله جاهز خلصنا القلب راح تخلص من الطابق نزل النار شوي ونطلع اللحم هاي آخر قطعة تكي بس ملحة حتى ممتازة بس ننزل العيش بعد ما نزلنا العيش خلاص نبتدي نشتغل على الحمسة حق الماصلي
طبعا نسوي له الحمص الخاص حق الماصلي، بصل عباره وطماط وثوم حشيش. ان شاء الله تعجبكم الطبخه تكون على احجابكم. خلكم معانا خطوه بخطوه وياكم. تحمر بس شوي البصل، خليه يتحمر شوي، ننزل عليه الثوم. ودي اقول لكم خطوه بخطوه، يعني الشغله احسن من اقول لكم انه بيصير كذي بيصير كذي في الطباخ. تكونوا معي احسن. بدل العيش يفوح. المصل جدا سهل وطعم لذيذ، احسن من كذي مصل. طبخة قديمة وحلوة. قلنا الثوم قبل. تغير لون البصل. حط ثوم. طبعا العيش قلنا بدأ يفوح. ننزل اللحم على الحاسس. حرك شوي. ضيف عليه الطماط. ضيف عليه البهارات. خلكم معنا في البهارات. بزار. قفشتين. كركم، قفشتين، لومي اسود، قفشه، جلجلان، قفشتين، قفشه واحده، ودارسين، هم قفشه خفيفه، وشويه هيل. نرجع حق العيش نشيكه لانه بدا يفوح العيش. عيشنا. ثبته بعد شوي. نسكر الحمصه.
بعرف من حق النار شوي. نبرز المشخال حق العيش. مشخال العيش. نرجع شوي. بسم الله. نطلع اللحم. نحن على جنب شوي. نبتدي نصف بعض المعصرة. هنحط شوية عيش. حطينا شوية عيش. حط الآلو. هاي الطريقة نصفها. نمشي كل الآلو تحت. بعد الآلو نضيف الباذنجان. أغلب المكونات بيكون تحت اللحم. اللحم بيكون فوق شوي. وبنحط اللحم وعليه حشيش شوي. بسم الله. هاي الطريقة. نضيف العيش. نرش عليه شوية هيل. شوي زيت فوق. وني برا السعاية. خذي برا سياراتنا. وبشذي تكون طبختنا جاهزة. نشوفكم على التقديم إن شاء الله. كذي طبختنا جهزت، اللي هي مصل اللحم. أضفنا عليها سلطة مقطعة عبارة عن بصل وجرجير وطماط، وهم جرجير وبصل. أتمنى أن الطبخة عجبتكم. أشوفكم في الحلقة الجاية ومع السلامة.